بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم لدينا طريقة جديدة لدمج ألوان نبات الجهنمية بدون تطعيم، وهي بأن نأتي بعقلتين من النبتين مختلفين للألوان. هذا لدينا عقلة نبات الجهنمية ذات اللون البنفسجي، وأيضا لدينا عقلة للجهنمية ذات اللون الأبيض. شاهدون الجذور بالأسفل متشابكة، أيضا الجذور بالنسبة للنبات الآخر وأيضا في الأسفل. وفي هذه الحالة أصبح من الضروري نقل النبتين إلى أسس أكبر ليأخذ النبات راحته وينمو بشكل جيد. وفضلت أن أذكر لكم هذه الطريقة ليستفيد منها الجميع. سوف نقوم بزراعة النبتين في أصيص واحد بحيث يكونوا ملتصقين بجانب بعضهما، وتابعوا معنا الآن. سوف أحضر أصيص أكبر من المعتاد. شاهدون قطر الأصيص تقريبا يصل إلى أكثر من 30 سنتي أو 30 سنتي بالضبط. أيضا نراعي فتحات في أسفل الأصيص لتصريف الماء، ثم نقوم بإضافة التربة المختلطة التي لدينا. وفي هذه الحالة أفضل عدم إضافة أي نوع من السماد، لأن النبات ما يزال جذوره جديدة، وفي حال استقراره بعد أسبوعين نقوم بإضافة السماد عالي الفسفور. نضيف التربة في البداية، مع الضغط جيدا، ثم نقيس مستوى النبات في الأصيص. إذا كان يحتاج زيادة نقوم بزيادة التربة. إلى هذا المستوى يعتبر جيد. الآن نخرج النبتين، أو كما عملنا في الطريقة السابقة ممكن نعمل وضعية الكاس كما شاهدنا في فيديوهات سابقة، بحيث أن نقوم بوضع ماء ونضيف التربة بهذه الطريقة، مراعي أن يكون النبتين ملتصقين قدر الإمكان بحيث أن يكونوا قريبين من بعضهما، ثم نضيف التربة عن خليط التربة يشمل على البيتموس مع البرلايت 2:1، بالإضافة إلى ربع الكمية من الرمل حتى يعطي تماسك للخلطة. مع الجانب الآخر ضغط جيدا على التربة حتى نخرج الهواء من داخل التربة.
بعد ذلك نقوم بإخراج النبات مرة أخرى. هذه الطريقة أصبحت بشكل قالب كما تشاهدون، ثم نقلب النبتة هذا الشكل مع الضغط قليلا على حواف الكاس لتخرج النبتة بهذه الطريقة. تشاهدون جذور النبات. ما شاء الله تبارك الرحمن. الآن نقوم بوضع النبتة في نفس القالب مع الضغط بشكل بسيط جدا، ونخرج النبتة الأخرى بذات الطريقة. نقوم بقلبها مع الضغط على حواف الكاس ضغط قليلا. تشاهدون جذور النبات. نقوم الآن بقلبها برفق قليلا بنفس الوضع الذي أو القالب الذي قمنا بوضعها فيه. الآن نقوم بالضغط عليها من الجوانب بشكل جيد، ونضيف بقية التربة. بعد ذلك يتبقى لدينا سقي النبات، سقي غمر. حتى يتم تصريف الماء من أسفل الأصيص كما تعودنا في فيديوهات سابقة. وبعد مرور تقريبا ساعة على تشرب التربة للماء، نقوم بإضافة مقوي الجذور كما تشاهدون أمامكم. هذا روت ماستر منشط طبيعي لتحفيز وتنشيط نمو الجذور. نقوم بإضافة تقريبا ما مقدار 1.5 إلى 1 ملي لكل نبات، أو نضعه في لتر ماء ونسقي النبات منه بعد مرور ساعة تقريبا على تشرب التربة للماء. وبهذا نكون انتهينا من عملية نقل الشتلتين للأصيص الدائم والشتلتين لنبات الجهنمية كما ذكرنا مختلفة الألوان. بعد نمو النبات في المستقبل نقوم باختيار الأفضل من الأغصان الموجودة، ونقص البقية السفلى حتى نعطي النبات نمو جيد لأعلى. وفي الختام لا تنسوا دعم القناة بالاشتراك وعمل لايك ومشاركة الفيديو، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.